هل نحن نعيش الأهلي أيام القيمة والمكانة؟ هذا التوهج اللي النادي الأهلي عليه في بطولة الانتر كونتيننتال واللي جاية في أعقاب قرعة كأس العالم للأندية خلت الأهلي في بؤرة الأحداث العربية، ومن ثم كان علينا استيضاح الصورة لدى الأشقاء العرب خاصة الإعلاميين. منهم معنا على الهاتف من الدوحة نجم منتخب لبنان ومحلل قناة الكأس القطرية الأستاذ فادي العمري. مساء الخير يا أستاذ فادي، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. مساء النور، مساء النور لك لكل المستمعين ولكل عشاق نادي الأهلي. يا ريت نعرف رأيك في مشاركة الأهلي في البطولة حتى الآن. أنت متوقع إيه لمباراة الأهلي مع باتشوكا المكسيكي، وكيف رأيت حالة الفريق؟ أولا نادي الأهلي مش مجرد نادي، هو أكبر من نادي حقيقة، وجمهور نادي الأهلي لا يقال له جمهور، إنما يقال له شعب. نادي الأهلي أسلوب حياة، هو وطن، هو هذا اللون الأحمر زرع فينا منذ الصغر حب نادي الأهلي على مستوى الوطن العربي. نادي الأهلي دائما حاضر، دائما حاضر بالمناسبات الكبيرة. حقيقة باتشوكا أدى مباراة كتير كبيرة قدام بوتافوجو، واستغل حقيقة الحالة البدنية والإرهاق الذي ألحق بنادي بوتافوجو من خلال المباريات المتتابعة بالدوري البرازيلي والسفر ل 14 ساعة كان مرهق كثير بوتافوجو. استطاع باتشوكا انه يفوز ب 3-0، باتشوكا منتشي بالنصر على بوتافوجو. النادي الاهلي اكيد كلنا شفنا بالملعب انه الجهاز الفني النادي الاهلي واللاعبين النادي الاهلي حضروا باتشوكا. انا بشوف انه المباراه نوعا ما متكافئه، تميل نوعا ما الى كفه نادي الاهلي طالما انه جمهور نادي الاهلي بالدوحه كثير كبير. نادي الاهلي عم بيلعب بين اهله وبين ناسه، ودائما نادي الاهلي عودنا انه بالمناسبات الكبيره بيكون حاضر وحاضر بقوه. من 9 مشاركات لنادي الاهلي بالثلاث مرات بالانتر كونتيننتال المركز الرابع، ممكن كثير انه يلاقي ريال مدريد بالفينال ب 18 شهر. وهذا الشيء حلم كل مشجع وكل كروي وكل رياضي عربي انه يشوف بطل اوروبا ريال مدريد عم بيلاقي الاهلي بطل افريقيا وبطل اسيا. انا اتوقع انه المباراه نادي الاهلي يكون فيها الطرف الافضل، الطرف الافضل لما يملكه من خبرات على مستوى المباريات الاقصائيه. نحن بدنا نتذكر انه نادي الاهلي أكثر من 60 أو 70 مباراة إقصائية لعب بحياته، يعني نادي متعود على هيك الأجواء، اللعبات الإقصائية نصف نهائي أو ربع نهائي. نادي الأهلي ممكن كثير نشوفه بالنهائي مع ريال مدريد. يعني واضح إن حضرتك متابع جيد وقد تكون أيضا منتمي للنادي الأهلي من أسلوب حديثك عنه تتحدث عنه مش لنا، ولكني عايز بقى أسألك السؤال اللي إيه؟ ماذا عن الإعلام أو الانطباع العام النادي الأهلي في لبنان؟ هو يعني يتفق معك في الرأي ولا في؟ والله أنا بدي أقول لك شغلة حقيقة، كثير من اللبنانيين أصدقائي يعني اتصلوا فيني وحكوني وقالوا لي مشان تبلغ نادي الأهلي إنه هن عندهم عشاق، نادي الأهلي عنده عشاق بلبنان أكثر من المصريين نفسهم. أنا بعرف أشخاص، بعرف أشخاص بيتابعوا تفاصيل نادي الأهلي وكل مباريات نادي الأهلي بلبنان، كل مباريات نادي الأهلي، كل دوري المصري اللي بيلعب فيه الأهلي، ودائما في كثير منهم بيلبسوا تيشيرتات نادي الأهلي دائم، يعني بتلاقيه لابس بيلبسها بالنهار بغسلها بالليل بيرجع بيقوم يعني بالنهار بيلبسها لإله ولأبنه من حبه ومن عشقه لنادي الأهلي. قلت لك نادي الأهلي زرع فينا منذ الطفولة حب اللعبة. ونادي الأهلي بس مش إنه هو نادي بطولات، هو حول هذه البطولات إلى عشق.
رياضي نادي الاهلي، بس نحضر نادي الاهلي نحن بلبنان حقيقه بيكون شعور شعور لا يوصف، لا يوصف بالربح وبالخساره، والخساره قبل الربح، لانه ما بيضل الفريق دائما مستواه. بتعرف انت بكره القدم المستوى ما بيضل ثابت، ممكن يهبط ممكن يصعد، بس بكل المستويات حب نادي الاهلي لا يتغير عند اللبنانيين عامه. طيب ده عن الاهلي، عن الفريق المكسيكي بقى من خلال مباراته مع بوتافوجو البرازيلي، شايف مصادر قوته منين كراجل نجم كوره كبير وكمحلل؟ والله النادي المكسيكي اول شيء بدأ بالمباراه اللي قبل ديربي باتشوكا انه هو فريق جماعي. اذا بنشوفه اذا بنشوف بالذات على الاطراف ناحيه اسامه ادريسي لاعب المغرب الهولندي، لاعب مهاري بيعرف يتصرف بالكره، عند الروندوم لاعب منتخب فنزويلا ولاعب ايفرتون، لاعب مهاجم محطه ولاعب بيعرف قائد للفريق، عنده لاعب مونسيال بنص الملعب، لاعب ديناميكي منظم لعب كمان اضافي بتنظيم بنص الملعب وكمان بيزيد مع المهاجمين، دفاع منظم، وقت ممكن بده يلعب دفاع منخفض بيقدر يلعب دفاع منخفض، وقت ممكن بده يعمل بريس عالي بيقدر يعمل بريس عالي ككتله عاليه. بالبوتافوجو اكثر من 6 لاعبين بملعب بوتافوجو عم يعملوا بريسنج، بيلعب بنظام ال 4-4-2، يتحول على وسط الملعب بالميد بلوك بوسط ملعب بالدفاع الى 4-5-1، عندما يرجع الى منطقه الجزاء لحمايه الجزاء يكون 5-4-1، دائما روندوم بدل خلف الكره، يعني فريق منظم. بين انه جيليرمو المادا مدرب الفريق مدرب تكتيكي، هني على فكره باتشوكا بالدوري المكسيكي هو لم يوفق هذه السنه لعده امور، لانه هو يعاني حاليا ماديا، يعاني كثيرا. أن تتخيل انه اغلى لاعب والقيمه التسويقيه تبع افضل لاعب عندنا هو اسامه ادريسي ب 7 مليون دولار، قيمه التسويقيه للنادي ككله بشكل عام 46 مليون دولار فقط، يعني قدام بوتافوجو ال 160 مليون، كان اضعاف بوتافوجو وقدر هزمه 3-0. هلا بهالمباراه ممكن البحث على المساحات بالنسبه للنادي الاهلي، كيف بده يستغل هالمساحات؟ من خلال فقدان الكره او امتلاك الكره لدى النادي الاهلي. ما ننسى ابدا ان نادي باتشوكا هو نادي قوي بالارتداد، يعني التحول من الدفاع الى الهجوم، مثل ما شفنا الهدف الثالث اللي سجلوا على بوتافوجو، شفنا القوه الانفجاريه اللي عند اكثر من 4 لاعبين بانطلاق سريعه، بانطلاق سرعه ال 100 متر من منطقه جزاء بوتافوجو، منطقه جزاء باتشوكا الى منطقه جزاء بوتافوجو لتسجيل الهدف الثالث. بنشوف النجاعه الهجوميه والسرعه والانطلاقات اللي عندهم، مبين انه فريق جاهز. وما ننسى كمان انه باتشوكا له هون تقريبا اسبوع بالدوحه عم يحضر يتاقلم على الاجواء، تاقلم على كل شيء، على حاله الطقس هون، صار يعني صار متعود، هذا شيء ضرب من الذكاء انه باتشوكا يجي لهون بهذا التوقيت. هلا نحن بالنسبه للنادي الاهلي هو متعود على اللعب في قطر، ومتعود جدا انه يلعب خارج الديار، اللي قدم مباراه ضد اورلاندو بيرت بجنوب افريقيا بهالمستوى التكتيكي اللي قدمه، حتى لو كان التعادل 0-0، حتى لو كان التعادل 0-0، بس كانت مباراه تكتيكيه جيده جدا للنادي الاهلي. ممكن بوجود المدرب المخضرم تبع النادي الاهلي كولر، اللي هو بحكم العمر وبحكم التجارب اللي عنده، الا ما يلاقي الحلول اكيد حل نادي باتشوكا. نادي باتشوكا عنده مشاكل، عنده مشاكل على الاطراف جهه اليمين جهه الشمال، يمكن ما قدر بوتافوجو استغلها كثير، يمكن اللي تعب النجوم اللي عنده تعبانين مرهقين، استهلكوا كثير هذا الموسم، بس انا بظن انه النادي الاهلي ممكن يعمل الفارق. ما بدي اقول مفاجاه لانه مش مفاجاه اذا ربح نادي الاهلي على باتشوكا، يعني انت تكاد حضرتك ترى ان الحظوظ قريبه من بعضها، يعني متكافئه نوعا ما،
متكافئة نوعا ما. النادي الأهلي عم بيلعب قدام جمهوره يمكن 60% نادي الأهلي 40% باتشوكا بحكم الأرض والجمهور، لأنه أنا النادي الأهلي عم بيلعب قدام جمهوره، لأنه جالية المصرية والعربية كثير كبيرة مشجعي الأهلي، يعني ممكن يتعبى الملعب 40,000، بس تقول 30,000 إن شاء الله بيكونوا نادي الأهلي إن شاء الله. طيب أستاذ فادي، لو قلت لك إنه الملعب هيبقى مليان، رسالتك لجمهور الأهلي في هذه المباراة تخاطبهم بإيه؟ والله استقبال الجمهور أمام الأوتيل وبالمطار الدوحة الدولي للاعبين نادي الأهلي كان كثير مميز. حتى أمام الأوتيل أنا أطالب كل محبي وعشاق نادي الأهلي اللي بيدوا يروحوا على الملعب إنه دائما تواجدوا خلف هذا النادي العريق، خلف هذا النادي الكبير بالتيشيرت الحمراء، يقدروا يقابلوا ودائما ما يسكتوا ابدا على طوال المباراه، حتى وقت اللي بيشوفوا انه الفريق المستوى هبط نوعا ما، هون اللاعبين بحاجه لهم لهتافاتهم ولتشجيعهم. واتمنى من كل قلبي انه بنهايه المباراه نحتفل كلياتنا بكاس التحدي، وما بس انه بكاس التحدي نحتفل، لانه بدنا نلاقي ريال مدريد على الفينال ان شاء الله. استاذ فادي ونتواصل معاك دايما يعني في كل سعاده واخوه باذن الله. عايز اقول لك بس قبل ما تقفل، الشكر لك ولكل اخواننا في لبنان على هذا التقديم الفني المحب الرصين، اسعدتنا كثيرا، نتمنى لك كل التوفيق. كل الذوق، والله يبارك فيكم، وان شاء الله من نجاح الى نجاح، وعلى تواصل احنا مع بعض. كل الحب لإلك ان شاء الله للجماهير المصريه عامه. شكرا جزيلا للنجم اللبناني فادي العبري المحلل في قناه الكاس القطريه من الدوحه، حطينا في رؤيه فنيه مختلفه يعني كمان، رؤيه عربيه ده فيها ده 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 حميميه عاليه، بيسموها سكاوتنج. ايوه، يعني عمل لنا حاله من التحليل من وجهه نظره موضوعيه. لكن يا استاذ ابراهيم انت عارف الفرقه دي وانا عارف، اتفرجنا عليه. ايوه، وعارفين ان فريق منظم. أيوة. ولياقته البدنيه هزمتنا احنا. أيوة. في كاس العالم في 2008.